طرف رباط المباني بين الحوائط. يعني ايه طرف رباط المباني بين الحوائط؟ طرف الرباط يا جماعة عبارة عن طوبة بيتم وضع نصفها في الحائط الحالي والنصف الآخر بيكون للخارج لربطه بالحائط التالي أو بالحائط الجديد بحيث يكون جزء من الحائط الجديد. يعني بنحط نصف الطوبة مع الحائط القائم أو الحائط اللي احنا شغالين فيه دلوقتي أو الحائط الحالي دلوقتي اللي احنا شغالين فيه، وبنسيب النص التاني مرفرف للخارج بحيث يتم بناء الحائط الجديد عليه أو يتم بناء الحائط الجديد معه. الصح هندسيا ان احنا بنخرج طرف رباط كل مدماك ومدماك او كل طوبة وطوبة بحيث يكون نص الطوبة مع الحائط القديم والنص الاخر مع الحائط الجديد، ولكن مسموح بحد اقصى باخراج طرف رباط كل 3 مدماك. والسؤال اللي بيطرح نفسه، ايه اهمية طرف رباط المباني بين الحوائط؟ ببساطة